في العاصمة الأمريكية لازلنا، حيث قال مراسل أون لايف إن الخارجية الأمريكية منحت مصر تصنيف دولة آمنة ووضعتها بالخريطة الخضراء، كما نصحت رعاياها بزيارتها. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بحث خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات. وتناول اللقاء الذي حضره أيضا وزير الخارجية سامح شكري عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار.